بعد تحكم اعتمادي صار قانوني في مثل مقتضيات مادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 13 ضربتي الآلية لشهر مايو 2022 والتي تنعقد في هذه الأيام المباركة عن شهر شوال فعيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. في البداية أود أن أبلغ المجلس اعتذار السيد الرئيس الرئيس عن حضور أشغال هذه الدورة وذلك لظروف خارجة عن إرادته. سيد الرئيس هذاك مستشار جماعي مستشار جماعي ولو هو يتنازل حنا ما كنتنازلوش لأن الإهانة كانت فوق الطاقة ديالها فوق العادة ديالها وقع خلاف داخل دائما كيوقع لنا خلاف بين الرئيس أو المستشارين والموظفين والموظفين كنحترموهم وراه كنعرفوها كنحبوهم حق ما يمكنش توصل لذاك المستوى أن يشهروا بواحد العضو لأن شهروا بنا كاملين ما شهروش بالعضو شهروا بالأعضاء ديال المجلس المجالس كلها وهذا الشعور وقعت هذه الواقعة هذه واقعة خطيرة ولهذا أتساءل باش ما نطولوش عليكم قيدا ملي كان خصنا يكون السيد شنو هي الإجراءات الصلح جات النقابة ما كانش النقابة في هذا الشيء هذا ما يمكنش يكون نقابة لأن هذه إهانة للمجلس اليوم الإدارة العامة للأمن الوطني لما شافت الموظفين ديالها كيتهانوا وكيسمحوا خدات واحد القرار انه ما يمكنش داك الشرطي يتنازل الا باذن من الاداره العامه حنا ما يمكنش والسيد شعروا به شتموا له على وجه شتموا على جميع اعضاء المجلس وهذه راه كارثه وحنا كان عندنا اجتماع لما رفعنا الجلسه ديال لجنات ومشكور للاخوان ديال لجنات التعمير الله يكثر خيرهم تضامنوا معنا حتى الموظفون والموظفون كيعرفوا حنا كنحبوهم حق تجي واحد الاخت ترتكب هذا الخطا حتى لهذ الدرجه هذه ومن بعد يجي رئيس النقابه واخا صديق ديالنا يجي على اساس ان يعمل اجتماع مع العمده ماشي من حقه باش تكذب او ياخذ شي قرار الحق هذا في المجلس وكان خصو يدرس المجلس والمجلس هو اللي ياخذ للمتعين في هذا الموضوع بصفتي رئيس لجنه الماليه وأعضائنا مبارك السيد رئيس المجلس الذي أصبح رئيسا للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وهذا شرف لمدينة طنجة وشرف لجماعة طنجة خاصة وأن أحد أبنائها أن يصبح ممثلا للجماعات الترابية وخاصة الجماعة الترابية التي تحت قانون تنظيمي 113 احد رؤسائها وهو سي منير الليموري هذا 100 مليون اولا كانت النصف ديالها حصه الاسد للديون التي على الجماعه باش يكون عارفين الموضوع في الصوره وبالتالي 55 مليون من هذا المبلغ و 299.98 هي لتقضيه ديون الجماعه من المجلس والنظافه الى غير ذلك ثانيا بقات 46 مليون 46 مليون درهم قسمناها على بعض الحاجية ديال الجماعة عندنا 6 مليون و 850 ألف درهم فيما يخص برمجة اقتناء مولد كهربائي وتركيب منظمات التركيزات كذلك والعتاد لفائدة سوق الجملة تضاف بمبلغ 150 ألف درهم يعني مليون و 50 ألف درهم ثم عندنا فيما يخص صيانة الطرق وتجهيز الطريق الدائري الرهراه للإنارة العمومية وصيانة تشديد إشارات الضوئية 30 مليون درهم 217 مع كذلك الاحتفاظ بالأعمدة بقينة الله إلى برمجتها للأحياء الهامشية والأحياء التي فيها نقص في مياه الإنارة العمومية. اليوم لا 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 لا
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنشكر المواقع المحترم على هذه التغطية ديال الدورة ديال المجلس الجماعي ديال طنجة. هنا كانت واحد مجموعة ديال النقاط اللي هي كتسمى واحد مجموعة ديال الشراكات، واحد مجموعة ديال الاقتناءات ديال واحد مجموعة ديال البقع الأرضية من أجل المنفعة العامة. كاين منح ديال المقاطعات تم صدقة عليهم، كاين المنح اللي كنا للنقطة اللي هي استغرقت الوقت هي الدعم ديال الفرق الرياضيه والدعم ديال اتحاد طنجه، ولكن كان المجلس ارتاى على اساس فات الساعه يدعم اتحاد طنجه، ومن بعد التجا للدوره الاستثنائيه من اجل الدعم ذات الفرق الرياضيه، حيث حنا دائما كنفكروا في المصلحه ديال الساكنه ديال طنجه، وحتى هاد الفرق الرياضيه حتى هي من الساكنه ديال طنجه. هنايا كان المجلس الحمد لله سي نور الدين الشنقاشي اللي ناب على السيد الرئيس دوز الدوره ديالو في احسن الظروف. كانت مناقشات، كاين مجموعه الاخوان لاحظتوا الانسجام كاين في المجلس، لاحظتوا واحد مجموعه ديال النقاط اللي صوت عليها المجلس بالاجماع، كاين واحد جوج ولا ثلاثه ديال النقاط اللي صوت عليها المجلس ببعض الاخوان اللي تحفظوا اللي امتنعوا. هنا كيتبين على اساس كاين واحد الانسجام، كاين واحد التصور ديال المستقبل، وهنا كيتبان على اساس كاين واحد الغيره عند الساده المنتخبون المحترمون من اجل الدفاع على الوحده ديال الصف، ومن اجل الدفاع على التنمية ديال المدينة. وهنا لاحظتوا مجموعة الإخوان كانوا كيتناقشوا على برمجة ديال الفائض على أساس بعض الإمكانيات تمشي الدعم ديال الصيانة الطرقية، وهذا المشكل ديال السين والجولة اللي كتعيشوا المدينة. إذا حنا إن شاء الله في بداية ديال المجلس والمستقبل غيكون حافز بواحد مجموعة ديال النقاط في المستقبل من أجل ننقذوا المدينة من واحد مجموعة الحوايج اللي كنشوفوها حنايا. ولاحظتوا هذيك الإتفاقية اللي غادي تسنى فيها مجموعة ديال الشركاء اللي الحمد لله غادي تهم الأحياء الناقصة التسجيل، ولا يستفد من الساكنه ديال المقاطعه ديال طنجه باربعه او بصفه عامه الساكنه ديال طنجه. هنا الحمد لله المجلس كيبذل واحد المجهود كبير، وكاينه الامكانيات كبيره عند المدينه ديال طنجه. بحال عندنا نهار السبت نهار الاحد عندنا اجتماع مع السيد الوالي على اساس المشكل ديال الاناره العموميه. اذا هنا كاين واحد التصور، اذا كاين واحد النيه ديال العمل من اجل انقاذ المدينه ديال طنجه. مجموعه الامور اللي باقا ما تحققتش، اذا هذا هو التصور ديالنا. وحنا يمكننا دائما كنقولوا احنا الدفاع ديالنا والمصلحه ديالنا، يمكننا نختلفوا داخل القاعه على اساس ماشي كنختلفوا على شي مسائل اللي بيناتنا، ولكن كنختلفوا من اجل المصلحه ديال الساكنه ديال المدينه ديال طنجه، هذا هو الاهم من هذا المجلس. وشكرا. كما شفتوا اليوم كانت عندنا الدوره ديال ماي 2022 الدور العاديه، واللي مرت في اجواء صحيه كتسم بواحد المناقشه جو صحي، والحمد لله وجميع النقاط انتم كما شفتوا جازت بالاجماع الا قليل. كان عندنا واحد الاشكال على حساب ديك النقطه ديال دعم الجمعيات الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه، اللي الحمد لله توفقنا اننا ندوزوا ديك الدعم ديال اتحاد طنجه اللي هو 300 مليون مع توصيه بعقد دوره استثنائيه ان شاء الله في شهر 6. ايه كيحتاج الدعم بحكم انني كنت معاهم في المكتب المديري، وعندهم بزاف ديال الضغوطات وبزاف ديال الاكراهات. بالنسبه للاستقاله ديال المكتب المديري ديال اتحاد طنجه، هذا كان من على الرغبه ديالي انطلاقا من انه كاين حاله تنافي، تقدر تكون حاله تنافي ماشي كاينه، انا تجنبت ديك الشبهه وقدمت الاستقاله. وكنشكركم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.